القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأخير من دروس سورة الروم. لوغي الدرسان قالوا ذي سورة الروم اللايا أدن في السلسة اللايا 54 ألمذ اللايا 60، وهي آخر آية في سورة الروم. رقم الدرس 411. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. حياة الإنسان هي هذه، ملخص مركز لحياة الإنسان. لا يا يوث اللايا 54 من سورة الروم لخصت حياة الإنسان. تكفى، سبحان الله، الحياة قصيرة جدا، بل هي أقصر من أن نقصرها. الدنيث والزيلث ولما غزيفث والزيلث يوث اللايا سناد كلش باش الإنسان أذي السن ذا شوث من يكون خطر ميلا أمذان يتسوي مانيس أسيعرق فريد أسيعرق فريد يقينا ممكن هذه السخسر وهذه السفسد وهذه بعد فريضة ربي يخدم كلش ويتكبر ويتجبر في الدور إذا كان الإنسان ناسي أصله. لذلك رب سبحانه كما في سورة الإسراء يمدينا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ربي هضر ومذني لحنا يبغى إن يسول الزمير ضارة أتشرقض القاعة صداريك ما سدردو صداكني أورث الزمير ضارة أتوضى الذرار ذي القديك ونسى عن متر وسبعين ذي قيل متر وسبعين سميت سيموري نقص وريد الطامع عارة أذي سعو القد بذرار أذي قيم كان ذمذان. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ربنا دا الله الذي خلقكم، إشارة إلى الله الخالق الكرياتور ربي، بمعنى أكن يفغو يتطور العلم. مثلا تولوا مقارن لو كلوناج استنساخ، إلا في عالم الطيور، في عالم الحيوان، في عوالم كثيرة، ومازال اجتهاد في الخدمة الاستنساخ في عالم البشر. لو كلوناج ميد اكتشف لاديان حميد النووي زرام ثمسة تاكي نسقر الشيش في وقتها، ناقش لها في وقتها عند اكتشاف العلماء لاديان لاكارت جينيتيك وإلى آخر ما تعلمون، ولكن يبقى دائما مما خدم لو كلوناج ماشي ذا الخلق، ماشي ذا سنولفو. الاستنساخ ليس خلقا كما يدل عليه اسمه استنساخ، رغم ما فيه من هموم وآثار سلبية لا نحصيها عددا تمت الإشارة إليها في وقتها. ربي سبحانه ينادي أنسي دوسم من ضعف
خلق غد من ماء مهين من نطفة يعني من ضعف، إشارة باش الإنسان ما ينساش الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. طبعا تسيلي مرحلة الطفولة ضعيف الإنسان ما إذا قروذ ذا قروذ يتمروذ الطفل كي يحبو ضعيف مازال من ضعف، ولكن بعد كي يوصل الشباب يولي قوة، قوة بدنية يسعى لقوة الجسد، قوة في البصر يتولي الله الله ديس يور ديس، قوة في الهضم يكون مليح، قوة في كل شيء. ليزيسكالي يطلعهم الله الله أربعة خمسة أبر كي كبر يولي ليزيسكالي كيفاش يطلعهم كل واحد يقول ندير آري أبر ميم كي يبدل لابارتمون يقول لك شوف أنا كنت سيزيام إيطاج ممكن ترجعوا لي ريد سوسي يعني باش ديريكت. هذا هو الإنسان فيك شريف الله يبارك الركبة ما شاء الله تقول رجعونا ضرك نطلع أو كي تكبر من بعد ما تقدرش. إذن هذه هي الحياة، لذلك علاش يقول لك يا صغير خدم على كبري، هما هو الحقيقة يا صغير خدم على كبري وعلى قبري، ماشي معنى يا صغير خدم على كبري معناها الشباب خدم غير الدنيا أو كي توصل 85 يلا الرتراباج الآخرة ما ينفعش، تقدرش تصلي مليح ما تقدرش ضعيف، ثم ما عندك ولا ضمان أنك تعيش إلى هذا العمر، لا تدري وما تدري، ربي سبحانه قال ولكل أجل كتاب. يلا ربي سبحانه يذكرنا بهذه المراحل، غادي سميكتاي دي قرمي ديو ثمزين بسم الله ما شاء الله الجهد فازمرت أقروا يا الله يجهد يزر يجهد يفاس جهدا ثاني شريث جهد كلش، ولكن ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أم بعد مرحلة الشباب والكهولة أداس مرحلة الكبر ثم غر نقرص قبيل ثوسر ثوسرقي أتنوضاك في حكمة شوية بليغة يعني سمحوا لي، أحيانا واحد صغير يشوف واحد كبير يقول أنتم الكبار اللي عنده 90 سنة بالعقل وانت يا ما تنساش هذاك اللي عنده 90 سنة هو قبل 70 سنة كان كيما أنت عنده 20 سنة وانت يا بعد 70 سنة تولي كيما هو صافي لو باساج هذا يعني بالعقل. علاه باش الإنسان ما ينساش؟ خاطر كون ينسى يتكبر يتجبر والنفس نتاعو تكلخلو تقولو شغل انت شاب تبقى جون انت سبورتيف سبورتيف اذا كان في البالون اذا كان مايغيري ماوشيغيري في الكاراتيه واذا كان في الجيدو اذا كان ايه الله يعينك، ولكن لا تنسى انه راك ماشي نحو الكبر. لذلك ربي سبحانه قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يطيج مدي شرق الصباح يضعف ماريا وضيث المست يجهد ضوءا وحرارة هكذا الشمس الصبيحة ضعيفة في وسط السماء في وسط النهار قوة في الإضاءة وكذلك في الحرارة وبعدين شوية شوية تغرب هذه غلي يطيش هذه غلية. الشيخ محمد الحسين الله يرضى عليه حكيم من حكماء بلدنا واش يقول؟ إن يسم ذمي غرثي جديث أديفك ربي صبريث نفسيث ولاش تصبحي ثور نسعي ثام الديث ولاش يضر نسعي ثاف جريث أم كي سينا غيوينا إني أسد قرض الشير الزغال ذرارة زغار إني أسألي غريغ ألي غريغ النكر زيث قوتك مهما كانت فهي محدودة يخلق ما يشاء ربي سبحانه دي خلقه شو كفغا كني كفغا من مي كفغا وهو العليم القدير عليم بخلقه قدير كما كان قادرا على أن يخلق الإنسان من عدم إيجاد من العدم
هو قادر على أن يبعث هذا الإنسان بعد موت. ربما كان يزمر دي خلق مذان سيولاش يخلق غد سيولاش ذا غمارا مثل البعث، مسألة البعث والنشور معنى ذا رب رغد يحيي المرة أخرى. ما يجيش واحد يقول كيف واحد كيموت وبعدين بعد 100 قرن بعد إيه يولي ينبع وراء المشكل. سهل سهل جدا على الله. ربي قال في سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كانت كورونا ما قدرناش نديرو هكا، إن شاء الله ربي يرفعها ما توليش كاع للدنيا. راحت بعد صبر وبعد ألم وبعد وفاة وبعد خوف يرفضيت، إن شاء الله سيرفض ياك تخلقيت مرة. إذن قادر على كل شيء ربي كي قال وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة أسنجر دونيث أدياس الساعة أدس أدول الساعة لكن قرأ ومذياز الله يرحمه الحاج رمضان محفوف صلاة في النبي الطهار نتسامد فاف نشفاعة ثقسط الموت زيغ ثوعر أشحالي فرذان الساعة إكفغو يغزي في العمر لابد أدول الساعة اسمه الساعة أكل سيدنا القرآن الساعة أدياس وسنة غد الساعة ربي ناد ويوم تقوم الساعة يردوني قيامة يقسم المجرمون وقذنا كوي ما عرقني فردي الدونيث من المشركين والكفار يا قسم ما لبثوا غير ساعة أسقرن كل سقوس من موث نسموث دبي بلك 2000 قرن بلك 750 قرن سقرن أين نقيم ذي القزكة ساعة ما لبثوا غير ساعة نقيم كان ساعة ذايا كذلك كانوا يوفكون وعند حفص يؤفكون معنى يصرفون كما صرفوا عن معرفة الحق في الدنيا ضاعت بهم السبل هنا أيضا صرفوا عن معرفة الحق مش ساعة مش ساعة اللي ماتوا قبل 45 قرن ماتوا ونذكرهم الآن كل واحد منا عنده جد وعنده جد جد وعنده يقول لك جدي مات 1910 ايه من 1910 ما شفتوش وما تشوفوش حتى لهيل يوم القيامة تمر سنة ونحن أيضا كلنا كما رانا هنا يجي نهار نوليو تاريخ يقولوا في 21 رمضان 1443 الموافق 22 أبريل 2022 كان هذا الجامع كان فيه بشر ولكن هذا الكلام يقوله من يأتي بعدنا. إذن كلنا إلى ذلك المصير أكن من الله يسوع أخذ فذرن بعد قرون من الوقت نوارد التاريخ أماكن ثوران فذرن وقذي موثل إيش حالقين قرون ولكن وقذ أمي عرقو فريد في منار ثمسل. لذلك ربي قال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث في كتاب المقادير عند الله كل يوم من الميموت يوم 19 القرون يوم 150 القرن يوم الله أعلم ولكن كنا ننتظر نقيمك ذك زحوان أرواحنا في البرزخ خط الأرواحنا الساعة كان نكني الكار الجسد ذوك زكا دايرس نكتب إسي روبوز ولا ندري إسكو روبوز أو لا ندري لا ندري ولكن معليش نقول لك يرحم ربي رحمة لك ويمدن هنا يستريح إن شاء الله يستريحون ونستريح جميعا ولكن يا جماعة الخير أشوي لندينا ذي غسان ذي غسان الأرواح يجي نهار تكلموا عليها بالتفصيل باش نفهموا أين تذهب أرواحنا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا لولا هدي النبوة ما علمنا الروح موجودة ولكن كي تروح الروح نقول له حتى انت روح ما قدرناش نصبروا على واحد ميت ميت قدامنا شحال وين نديروا فريجيدير فريجيدير بلا فيترين شكون عنده كوراج مهما يكون هذا الإنسان عزيز عليك
قل له أبا باع أيما أخويا أختي راك ميت روح تروح ندفنوه نديروه في القبر ولكن الروح نتاعو إن شاء الله تروح الحياة البرزخية المؤمن يساعده احنا ما نصبروش على ساعة انتظار نتقلقوا هو كيف على اسمه يوم القيامة يوم القيامة لطول القيام طول القيام معنى المؤمن والله يا سعده من نهار اللي يموت حتى تقوم الساعة عادي كي شغل بين ظهر العصر خفيفة ما شاء الله مذوية ذي الصرب ذايا لا الروح المؤمن في قرن في جال ربي الروح المؤمن أما السادس وقد يموت ساعة القرن سن القرون 50 سنة ثورة تهنان ثورة كتهنان خطر ذي المؤمنين إلا في الدنيث ونساقوا ذلك في الأسن الخوف في ياض في قذني لا صلاة لا صيام لا عشور لا خير ولو 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 كين عايش يأكل يشرب يدير رايو وزيد يقول كم بعد واش بكم توما تصلي وبرك وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام يا ولدي والله ما يستهزئ الأمور بهذه والله ما تستهزئ روح بالعقل روح بالعقل لا تقلق ما تجي زعما رجله والله حق ربي غير غض بصراحه انا نقول لكم حاجه نتكلم اليوم على روحي سمحوا لي حق ربي غير غيظوني هاد الناس يغيظوني ماشي زعما يستفزوني والله غير راك تغيظ يا خويا العزيز نديروا كاع لا سوبليس اون ماكسيموم لا ساجيس اون ماكسيموم ربي يهديك ويهدينا برك ميم اذا كنت عاصي ما تجهرش بالمعصيه استر روحك ربي ساترك علاش راك تهضر في الفيسبوك وتقول وكذا وجات فيسبوك بكري ما عندناش فيسبوك حتى اللي يعصي ربي 70 سنة ما نعرفوش هذوك يعصي ربي ثم اون ديريكت خير ان شاء الله بالعقل اخويا العزيز ما خلقت ما صنعت التكنولوجيا للدمار ما هو أو للكفر او للشرك او للعصيان او للتمرد او للفضائح وراني خم ذي الساولة غير أخوي ثوصرة يا قرني مغار نزيك يكون يفكى ربي السر ذلي السر ثلاثا السر ثوصرة صري ماني أغي السر ربي الدنيا في الآخر إن شاء الله وقرنا أغي السر ربي السر وكال أغي السر ربي أما ذي الدنيا أما ذي الآخر إذن هؤلاء وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث إلى يوم القيامة إلى يوم البعث والنشور فهذا يوم البعث ذا اليوم الساقي ذا سني ما إيماجين تصوروا كي تسمع هذا يوم البعث أو ما حجيب ماشي حاجة بسيطة ماشي حاجة بسيطة ربي قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى معناه ولاش ولا انكار لا انكار للاسف جهنم خالدين ثوار مليح فبئس مثوى المتكبرين هكذا ختم هذا المقطع من الايات من سوره الزمر ولكن المؤمنين غجال ربي سيسم بسم الله ما شاء الله وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم مرحبا يسون مش مذهين ذهن تزمى لوم العتاب ذاكي خاطئ مرحبا يسون لا سلاما والجنة وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله تخرج من القلب خطر لهنا تهنيت حنا واحد يكون عطشان في رمضان ولا جائع كي يسمع أذان المغرب الحمد لله هاي هذيك فو فير توتال كول حتى تبقى بعض دقائق على الفجر ماشى عوض ولكن بأدب ثاني ماشي عوض باش تدمر لا صروحك لفران هذه تستنى البيس ولا الكار مش عارف السيارة ولا ساعة الشمس يحبس لك واحد تدخل تلقاها كليماتيزي الحمد لله ويديك من ذراع من خدها بركة الحمد ربي جاب لك ربي واحد مؤمن يديك حتى ذراع من خدها ولا العاصمة ولا هو هذه في الجنة الدنيا راحت خلاص
وراك في الجنة تحمد ربي من قلبك. ربي قال الشيء اللي يقولوه أهل الجنة كي يسمعوا الكلمة هذه خالدين، يقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. من بعد ربي قال فنعم أجر العاملين، الصيام اللي صمتوه والعشور اللي درتوه والخير اللي درتوه والصلاة اللي صليتوها بروك عليكم، فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش، شوف غير الملائكة بسم الله ما شاء الله مناظر جميلة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هي آخر آية في سورة الزمر. بعد فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يا اللي غفلين تغفلون تغفلون زيد دوني تيروحاون يا عرقاون وفريد يروح عرقاون وفريد وتزري مالا وتفغي مالا تزرم خاطر كون تبغى ما تصوضهم وينو ذن يوفا. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيومئذ هذاك النهار يوم القيامة ما ينفع والو، خلاص سيسيون نورمال راحت، راتراباج راحت، ما عندناش اوكين سيسيون، ما كانش اوكين فاضل ولاش اوكين شونس، ما عندناش فرصة الرجوع. لو كان كاينه فرصة ما نحتاجو لا دروس لا والو، علاه كل واحد يدير رايو، هاو كي نموتو من بعد كي نشوفو كلش كي نوليو بلا ما نهضرو، كل يوم السينما اسمي خاطي نسايو في الحياة. والله احيانا تشوفوا ونشوفوا بعض الناس كي شغل يعيش 45 قرن في الدنيا، هي هكذا شويه برك، واش فيها 60 سنه 70 سنه؟ اللي بغى يسقسي سقسي اللي عنده 90 سنه، قول له 90 سنه نتاعك كيفاه؟ يقول لك والو. اذا كان سيدنا نوح شيخ الانبياء عمر الدعوه 950 سنه، واش نقولوا احنا اللي راه ندوروا غير ثما 40 50 60، جات كورونا يا حسره كي 10 كي 70 كي 80، ماتوا اللي عنده 20 ما ماتش اللي عنده 90. نسأل الله العفو والعافية. من باب الذكرى ربي قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا ربي سبحانه قال لك معذرتهم لا تنفع، ما تنفعهمش. هؤلاء ظلموا كي يعتذروا عذرهم مرفوض. هلا أسينا ربي سبحانه الله ونزريا راه ونسينا راه ونوي كل شيء، لا ربي مش قاعد يمشقعن الأنبياء الان قالوا في محمد صلى الله عليه وسلم يتظل تنسلي الاذان حي على الصلاه حي الفلاح اللي نسيت ذكر. ورمضان بسم الله ما شاء الله كل عام يجينا رمضان هو يولي احنا بركه في الشك، احنا الضيوف ماشي هو، قول كي نفقي هاو الكل يدي نفقاون نتسالي قبل ما تنير الدنيا تتساسد مين كوني الله اعلم. يلا زيد اذا كاين الموت، الموت في حد ذاتها تذكر إنك اسمي سليغ سزياو ثموت وقال ولا ذنكيني هو كيكو تشوف واحد لعب معاك البالون مات، لعبت معاه البالون هو ثاني ثاني تموت القراء يعني خاطر دي فوا اذا كان مات الكبير يقول لك انا عندي غير 50 سنه صافي مازال، هاو كي تشوف واحد اللي عنده 50 سنه كيما انت مات تفكر بلي انت ثاني تموت. والسلام ولكل اجر كتاب واذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. إناس الموت قرفاك قرفا روين من الزين روين مقران روين هلكان روين الصحان قرفاك وروية سيم ذن مرة. ولكن رب شو ديننا ولا هم يستعتبون ولاش الرجوع إلى العتبة إلى ما يرضي الله ولاش باش أسيني ربي يعطيني فرصة باش نتوب ونصلي ونصوم، لا ما كاش فرصة انتهت. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ضربنا كي تسمع كلمة ضربنا وتلك الأمثال نضربها للناس نضربها كما في سورة إبراهيم الآية 25 نضربها للناس دائما ربي يقول للناس لأن الأمثال لا تحدها حدود ولا تسدها سدود. وربي استعمل جميع الأساليب التربوية لاستمالة العقول والقلوب إلى طريق الحق. سيدي ربي فكادك في فرذان
باش مثلا ديكويا دي الدقس ديوغال سافريد نسلامه وثكين داما ثيكوال ستماشاوت احيانا عن طريق القصه، والقران فيه قصص بل هو احسن القصص، احيانا عن طريق الاحكام، الاحكام الشرعيه ثيكوال تشرعيف ربي نجر دافريد افريد نسلامه ثيكوال عن طريق الامثال ادي هضر ربي على الفيل العنكبوت يهضر ربي في كذا يهضر ربي في النمله ثو الطوف يهضر ربي في النحله في زي زويف الامثال افكاد الامثال اي غار باش الانسان لا حجه له ولازم يرسم يوم القيامه غار ربي كيني ويدبي ضرا الدعوه النيه وزري غار باللي شيني وحدي ما على باليش باللي انت وحدك انا بالنسبه ليا ما كان والو جيت للدنيا لقيت روحي في الدنيا عايش ناكل نشرب درت التجاره ونجحت كنت اكسبير كونتابل فور كنت واحد التاجر شاطر فلاح ماهر يا ولدي من بعد هذه مسائل تاع الدنيا عمروها ولكن ما تخربوش الاخره الانسان غير الذكي هو الذي يعمر دنياه ويخرب اخرته وين يعني دنيتي سي عمريتي شبحيتي قرزيت بسم الله ما شاء الله لا خرثيس يا لطيف ولا شليس وربي ناد في سورة القصص وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا إسناف أمر ثم زواروث أمر ثم قاروث ومقار استقبيليث سنة تذرين سنة تذرين ولكن ربي سبحانه شدينا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل تفيد الاستغراق والشمول كل شيء إلا كلام الله يهدي للتي هي أقوم كما في سورة الإسراء الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ولئن جئتهم بآية ربي يهدرك النبي صلى الله عليه وسلم ميسند في الآية إما الآية القرآنية آية تسد بآية كونية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون أو الكفر شو سقر خنوي أهل الباطل خنوي والسوى المال غير الحق غير ثيدس السوى المكان غير الباطل مبطلون يا سبحان الله ذاكي قرن استقبالي يغلق قلمون سضرا أستنضيون الحق هنا والو ماشي للحق ذا الباطل اللي نسي فاثير ذي الحق سوف لا يشبح يا رقم داخل مثل اللي غيرك عجب ما ليغلق المنسي ضرا ذاين انقلاب الموازين ذاين هضرنا قيم ذاين مادام هضرنا قيم اللي يقول هذه الكلمه ربي قال مباشره في الايه 59 كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ذاين ختم ما يختم ربي في اللاس ذاين ذاين في كوال هضرنا قيم خدمة الدعوة استقفيلي ستارة اللغة تفغيض لا ميثود تفغيض خدميت لا ساجيس لا سوب خدمين تفغيض ولو فاين في قارن كيني افري في ويفان غير الكاف افري في ويفان خسرت ولكن وين لا الى محمد رسول الله ولكن هذا لا يمنع من اداء واجب الدعوة حذاري ان نحكم على الناس لا نحكم على الناس والزرارة إبالك هذاك الإنسان اللي كان عاصي قبل ما يموت بأربع أيام يولي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تائب توبة صحيحة وربي يتقبله احنا علاش نحكموا على الناس علاه والله ما ندري وممكن واحد مؤمن 75 سنة مؤمن قبل ما يموت بأربع أيام كاش مشكلة تصرى بعد شهر كل شيء راح الدنيا واعرة حذاري هذا حذري لنا جميعا لا ندري لذلك نسأل الله حسن الخاتمة أن ستر كان ربي سبحانه فمديتي الصفراحا ربي شو غدينا باش ربينا قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أنعميه كي تشوف واحد عاصي هاو تفكر المعصية نتاعك انت ثاني كنت عاصي ربي هو اللي هداك انت ثاني 55 سنه ما تصليش حتى رمضان اللي جاي باش بديت تصلي كي دخلت 56 هاو لو كان انت متقبل 55 سنه
يا أخي. إذن بلا ما ندري، نسأل الله ثبات برك. هذا ما كان أن يطفى كان تفضي ربي ذاك كان ذلك ربي سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ماذا ذاكي اللي ربي سبحانه طبع على قلوبهم هو أدرى بهم. أما نحن علينا واجب الدعوة، واجب الدعاية. ربي قال في سورة النحل الآية 125: ادعو إلى سبيل ربك، فقط باش بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لازم ما يزمش حنا نرتكبوا سمحوا لي في المنهج أخطاء التي تشجع العصاة على المعصية، يزيد يعصوا ربي أكثر. بالعقل يا سيدي، السول كان وغسر ربي. آخر آية بها نختموا إن شاء الله سورة الروم، واش قال ربي سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاصبر. ما ينفع غير الصبر. الله أكبر، شوف جات في مكانها. آخر آية ربي قال فاصبر، هذا قالها للنبي حتى لينا. لو كان واحد ما يصبرش من على بالك يتمرمد في الدنيا هذه. إلها صبر يا أخي، قال الصبر ذا حبيب من ربي، الصبر ذا حبيب من ربي. أما السعد بوين الصبر؟ الصبر على الطاعات، نحواج الصبر باش نضوع ربي. الصبر عن المعاصي، نحتاج الصبر باش ما نعصوش ربي. يجي واحد يعطي لك اسمح لي 20 مليون رشوة، تقول لا لا. هاو كي يجي واحد يقول لك لا 40 مليون، قل لا لا. هاو كي يقول لك نعطي لك غير زوج ملاير، كوراج كوراج. هاو طلعوا من 40 مليون زوج ملاير، هذوك ما بقاش الرشوة هذيك نتاع 100,000 ناس دي مودي، هذيك سي بون، هذيك انتهت. درك الرشاوي اصبر، وكما تصبرش تروح تقول ما فيها زوج ملاير يا عجبه، يجي في دماغك اف 5 نشري اف 5 من بعد نتوب. لا لا والله ماشي مليح، روح بلا عقل فاصبر. لذلك الصبر واعر، الصبر يوعر. ذيني مدينا ربي سبحانه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هاو ما قالش شحال الصوم، تعرفوا كامل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. خي تعرفوا كامل، علاش ربي قال فإنه لي؟ ها إضافة التشريف، باش ربي سبحانه هو اللي يجازي. البارم نتاع الحسنات عند ربي. صلاة الجماعة عندها 27 درجة جماعة أو 25 جزءا، ولكن الصبر ربي قال بغير حساب باش الإنسان يثبت لا يتزعزع. فاصبر إن وعد الله حق، هكذا قال ربي، الوعد من ربي ذا الحق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، هذه وصية ربانية للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يستفزك هؤلاء الذين لا يوقنون، ما عندهم يقين لا في ربي ولا في الآخرة ولا في البعث ولا ولو، ممكن يستفزوك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يمكن يستفز، لأنه يا عجب الكفر بالألوان، الشرك بالألوان. نبي رسول داروا فيه الشيء اللي تعرفوه والشيء اللي ما نعرفوهش، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، هذا قاع صار عليهم ماشي حاجة خفيفة. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكذلك نحن أيضا ممكن نستفز ولا لا لا، تدير الدعوة وتدير كذا، ممكن في دارك في أسرتك يستفزوك، يقول لك نهار نعرفوك يا لطيف. نهار واحد اللي قال لوليده، وليده بدأ يصلي، جات لافاكتور نتاع الماء، قال يا وليدي من نهار اللي بديت تصلي يا لافاكتور نتاع الماء طلعت. فهمت ماشي تغنت هذه، علاه تقول لوليدك هكذاك؟ فرح له وقول يا وليدي بسم الله ما شاء الله، هم وانت تصلي في الدار، انا وليدي ادعي لي يا وليدي باش ربي يهديني. دير هكا، ما تقولوش لافاكتور طلعت.
لو كان يسمحوا لك الناس يخلصوا لك كاع لي فاكتور كاع يزيدوا لك نتاع الماء نتاع تريسيتي ونتاع الغاز. خلي الطفل ترونكيل، استر روحك. الشيء اللي قلته هذا منهج نبوي، معناه ما بالو اقوام باش ما نغلطوش ولا لا لا، باش نحن نقتدي فقط. كل شيء مستور، يكون ان شاء الله ميسر ياك، انا ميسرك، ولكن احيانا نخطئ نديروا اخطاء كلمه تخرج واعره. ربي قال في سوره قاف في الايه 18: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هذه ختام سورة الروم. الدرس القادم إن شاء الله نلتقي مع سورة لقمان. نختم هذا الدرس بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، اللهم تقبل منا سائر الطاعات والقربات والباقيات الصالحات، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.